عندنا بقى ماتش في المريخ ورا منتخب بلدي في اي حته، اي حد بيمثل مصر، شباب، اي الاهلي، الزمالك، انا ورا اي نادي منتخب مصر رقم واحد، مصر هي وبس. لو مصر في المريخ هروح وراها، لو مصر طلعت القمر طالع وراها القمر بامر الله ان شاء الله. قول لي بقى انت رحت كام دوله مع ورا الاهلي ومنتخب والزمالك؟ انا رحت ورا منتخب مصر رقم واحد، انا 30 سنة ورا منتخب مصر. في اي دولة تلاقي حضرتك جلبيت على مصر، واكيد حضرتك بتتابع. يعني انا رحت غانا، انجولا، الجابون، رحت تركيا، رحت روسيا، رحت الامارات، رحت الكويت، رحت السعودية، رحت دول كتير، السودان، الماتش المشهور حضرتك اكيد عارفه. يعني مش قادر اتذكر، لان انا النهارده مركز بصراحه مع منتخب بلدي، وان شاء الله بس اهم حاجه ربنا يكرمنا ونفرح ال 110 مليون. نفسنا نفرح 110 مليون. كابتن محمد صلاح والفرقه اتلمت، وانا رحت التمرين وقلت لهم يا رجاله ننسى اللي فات، والله صوت عالي وكنت لابس الطقم ده، يا رجاله ننسى اللي فات، عاوزين الجديد. محمد كابتن شناوي، يا كابتن حمس لعيبتك، رجاله انت راجل، انا عاوز 11 راجل في الملعب ان شاء الله. والناس بصراحه اتمرنوا اعلى تمارين، وكانوا التمرين بيقعد ساعتين بامانه. ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله ان شاء الله.